عسلي ومرحبا بكم، اعطيكم في فيديو جديد. اليوم مش نعملو حلقة اليوم على اللازاني بكل تفاصيلها بكل جزئياتها بكل اسرار متاعها باش تجيكم ناجحة. ان شاء الله الفيديو هذاك يلقاكم بكل خير وبكل صحة وبكل عافية. كما نقول لكم ديما، يشرفني اشتراككم في القناة ويشرفني هالصحبة متاعكم، وهيا نتفرجوا في الحلقة وان شاء الله تنال. اليوم باش نعملو اللازانيا. اللازانيا هي الورقه هذيا. اللازانيا هذيك تشريوها لهنا، انا شريتها شوفوا بالعظم معموله، اللي هي ما تستحقش للتيام، معناها ما تستحقش تصمتها شويه قبل. هيك تبدا مكتوبه لهنا، راهي معناها ما تحتاجش للصمتان، وتبدا علاش تبدا اخف منها اجود من الورقه اللي تستحق للصمتان. اللازانيا شنو نحتاجو لها؟ عندي 250 غرام لحم مفروم. انا كي نشري معناها نفوقه ونعرجه شويه في زيت زيتونه ونحطه في الكونجيلاتور، مش بدا الساشي نتاعي وقت اللي نحتاجها. زدتها مغرفتين زيت ورص ثوم. نفاح نتاعو عندنا لهنا 3 مغارف طماطم معجونه، مغرفه ونص فلفل زينه، تحبوا حلو ولا حار كيما تحبوا. عنا التيبلو كاروية، شوية كركم وشوية فلفل أكحل وشوية ملح وورقة متاع الأحبق طبعا من غير ما نقليه زي كالعادة. حتى هذي لازم يكون فيها زوز صلصات، صلصة الحمراء متاع الحمفروم، صلصة البيشاميل. دونك توا عملنا الصلصة الحمراء، نخلو الماء نتاعنا يغلي، نصبو مقدار كاس، نحركو كلها ونحطو على النار ونتبعو بالماء. هذه هي الصلصة، الصلصة نتاعنا الأولية. هذه الصلصة نتاعنا هاكا على البارد حطينا، نخليو بعد درج درج ونص نجيو نطلو عليها. صلصة اللحم مفروم طابت، هيا ما تجيش عاقدة برشا. للناس اللي تحب اللازانيا طايبة برشا، اللي يحبوهم مثلا كما نقولوا الدين كي معناها كيسها شوية، ما يصيرش يعملوها خاطرة شوية. تو نتعديو لصلصة البيشاميل. باش نبداو نحضرو البيشاميل، عنا زوز مغرفة زبدة، حطيت معاهم زوز مغارف زبدة، حطيت معاهم زوز مغارف فرينة، نخليهم يوليو دوري شوية. متخافوش راهم متعبروش، خاطر توا باش نخدمو بالحليب. الحليب نحتاجو نص لتر، انا باش نعملو شوية بشوية. توا باش ناخدو الركاز نتاعنا باش نخدمو الحليب للي تتحل. توها هاكا بدات تجينا، نكملو بكيس الحليب، نقوها بشوية ملح وشوية فلفل. كل حب يعمل جوزة يعمل أمانة منحبهاش جوز ستي. تحريك البنات فوري متخليهاش تشد البيشاميل ومتخليهاش كعبر، تتماسك. كيما تحبها، تحبها جامدة معناها خاطرة، ولا تحبها معناها سايلة شوية. بالنسبة لي هنا الولاد يحبوها سايلة شوية، ولدي يحب البيشاميل ويحبها سايلة شوية. وانتي زادة وكمية اللازانيا كي باش تعمل، يعني هنا مش باش نعمل الرطلة هذيك الكل راهو.
شوفوا ما فيهش حتى كعبونه هكا اهو، نحط فوق الطاوله توا ونبداو نرسخوا مع بعضنا تعبيت اللازانيا. نبداو توا في اطباق اللازانيا امتاعنا، ناخذ المره الاولى شويه البشاميل تبرد شوية هنا، حلو يبيعوا حتى بشاميل هذا لو تعملوا فيه نص دقيقة. خذوا صلصة بالمغرف خير، كل إنسان كيفاش يحبها، فمن يحبها مع بيه بالصلصة وشلو لا أعملها هكا. طريقة انها تجي مستوية شوية، باش نبدا دونك هنا قصت باش نعمل هكا وهكا وحدة باش نقص منها شوية. حطوهمش فوق بعضهم ما تجيش بنينة، دونك هذي لهنا باش نقص منها شوية. اوكي استنى نعاودو نفس الحكاية، نحاولو نغطيوهم كلهم سختو الحراف هذو اللي من الاخر حتى لازم في سيت حرقو. فما طريقة اخرى اللي يحب يحط لها ورق زبدة والبابي الومنيوم باش ما تتحرقلوش، تردو بالكم راه في سيت حرق الخليط هذاك الفوق. نحط شوية جبن، جبن هنا باش نستعمل هذا بكري نسيت ما قلتلكمش، دونك جبن مرحي ولا زوج جبونات موزاريلا و ايمونتال كيما تحبو. نعاودو هذي هي، نحاولو لي بوك من بعدوها نقربوها معنا نجي شفتوها. هذه عندي طويلة ونعود وهذي تخير مهم تتشرب لنا الكولا وهكايا نكمل الطبقات. في الطبقة الأخيرة نوريكم كيفاش. الأخرانين تبداو تضغطو لهنا باش ردوها الصلصة كلها هذيكا تخرج ما تجيش مهوية اللازانيا. فما حتى طريقة أخرى باش تقص فيها كان باليد، شفتو شفتوها هاك
نعاود نقول كل انسان كيفاش يحبها. انا وليدي كان يحبوهم مشخشخ مشخشخ. نقص في الصلصة بس عندي ومنزل طبقة أخرى طبعا. الله جيت مشخشخه بليس هذيك الكل راهو خاطر الصلصه تاع تشرب، خاطر هذه ماهيش صلصه طايبه. سامحوني ماهيش باستا طايبه. على رجعها لبلاصتها الخشبه بالبيشاميل وجبن، حط فوق منها دوبليش زبده باش ما تحرقلكمش. دونك الطبق نتاعنا مقادرنا الا توا نسخنو في الفور على درجه 200 درجه. انا الفور نتاعي مش سخون، عاودو بالكم لي سخون باش حط 180. 20 دقيقه 20 دقيقه 25 دقيقه فقط. اللي الفور نتاعهم عالي برشا ويخافوا لا تتحرق لهم يعملوا الطريقة قلتلكم عليهم، يجيبوا ورق الزبدة يلفوها بها وبعد في بابي ألمنيوم، خاطر بابي ألمنيوم على الماكلة ديريكت مو صحي وما تجيش راهي طيب من فوق من اللوطة وبعد تحطوها من فوق ما تجيش، خاطر اللي في الوسط يقعد ني ني يقعد ني. اليوم وصفة اليوم عجبتكم وراقت لكم، ناخذو الصلصة نتاعنا باش ننزل عليها خاطر نية نتاعها. شفتو شفتو كيفاش نزلت عليها؟ نعمل بشوية تشاهمش. دونك عملت الطبقة الأخرى جكروا الكاميرا ما كانش تصور لي، عملت الطبقة الأخرى كما تشوفوا هيا، وعملت فوق منها الجبن وهذا هو الطبق. هذه اللازانيا هذه اللازانيا متاعنا، هذه طبق اليوم بها طايبة ما تحرقتش من فوق، جيست عملت الدوغي العادي. هذه طبق اليوم، اقتراح اليوم، اللازانيا ما عطيتكم برشا تفاصيل
وباش حاجات نجموا تعوضوا بها. دونك ان شاء الله قريب نعمل لكم زيادة لازانيا بالبيستو. كومنتاريتكم ودعمكم وتشجيعكم وشكرا على المتابعة. هذا هي طبق اللازانيا لليوم. بسلامة ونتلقاو على خير في امان الله.